عندنا تمرين اوجد حل المعادله في ار. المعادله هي القيمه المطلقه ل ب ناقص اكس زائد جذر 2 يساوي ب ناقص جذر 2. طالما عندنا الطرف الثاني لا يساوي صفر فهون في عندنا حلين، اما ما داخل الاقواس يساوي الطرف الثاني وبحسب قيمه الاكس، او ما داخل الاقواس يساوي معكوس الطرف الثاني وبنحسب قيمه الاكس. طيب رح ارجع لكم شوي، مين بيساعدني بالحل يرفع ايده؟ اول شيء لؤي، جاهز يا لؤي؟ استاذ المعادله هي ب ناقص اكس زائد جذر 2 يساوي ب ناقص جذر 2، اما هي بتصير ب ناقص اكس زائد جذر 2 زائد ب ناقص جذر 2. طيب الحل الاول هذا هو، كيف بيطلع لنا بعدين استاذ؟ بعدين بتصير ننقل معلم الاطراف المجاهيل الى الاطراف، تصير ناقص اكس يساوي ناقص بي ناقص جذر 2 زائد بي ناقص جذر 2، ونختصر البي ناقص بي بالزائد بي، تصير عندنا ناقص جذر 2 ناقص جذر 2 ويساوي، تصير ناقص اكس يساوي ناقص 2 جذر 2. تمام برافو عليك. بعدين اكس يساوي زائد جذر 2 جذر 2 زائد 2 جذر 2، لانه من هون بنروح الناقص عند اكس. بالضبط برافو عليك. طيب راح اعيد الحل مثل ما قال زميلكم. اول شيء في عندنا اول حل، اما ب ناقص اكس زائد جذر 2 يساوي ب ناقص جذر 2. الطرف الثاني مثل ما هو نزلته، هاي اول خيار. بالحاله الثانيه باخذ معكوسه، فصار في عندنا طبعا هون في عندنا هون المجهول هو ناقص اكس، ننتبه على اشاره الناقص. ناقص اكس تساوي، بنقل بقيه على الطرف الايمن، بتصير البي ناقص بي وبصير جذر 2 ناقص جذر 2. بالطرف الثاني في عندنا بي ناقص جذر 2. هلا الحدود المتشابهه في عندنا ناقص بي زائد بي راحوا مع بعضين، ضل في عندنا ناقص جذر 2 ناقص جذر 2، الاشاره متماثله ما بحذفين بجمعين سوا. مثل ما قلنا من عامل الجذور كانها مجاهيل، يعني في عندنا جذر 2 الاول امثاله واحد والثاني كمان امثاله واحد، ناقص واحد وناقص واحد صار ناقص 2 جذر 2. صار في عندنا ناقص اكس يساوي ناقص 2 جذر 2، فبقلب الاشارات عشان تتحول لناقص اكس لموجبه، يصير في عندنا اكس يساوي 2 جذر 2. هاي الحل الاول. طيب الحل الثاني مين بيساعدني فيه؟ عبد اللطيف يلا. عندنا هون الحل الثاني استاذ، القيمة المطلقة ل باي ناقص اكس زائد جذر 2 هي تساوي او ناقص بي زائد جذر 2. بعدها ننقل معالم الى طرف المجاهيل الى طرف. ليش ما قلنا تساوي بي زائد جذر 2 استاذ؟ لان معكوس الطرف الثاني. بالضبط برافو عليك. في بعض الطلاب يخلطوا مثلا بيقولوا يساوي موجب، يعني بده يقول بي زائد جذر 2. لا خطا، المقدار شقد ما كان يكون في حد ولا حدين ولا عشرة كله بعكسه، فبتصير البي ناقص بي وناقص جذر 2 بصير زائد جذر 2. هلا بنكفي، ايش بيطلع لنا بعدين؟ تز ناقص اكس تساوي ناقص باي ناقص جذر 2 وناقص باي وزائد جذر 2. تمام بعدين استاذ، بعدين بيطلع في حدين متشابهين ناقص جذر 2 وزائد جذر 2، بنحذفهم مع بعضهم، بيبقى ناقص اكس تساوي ناقص 2 جذر ناقص 2 باي. برافو عليك. وبعدين بنعكس الاشارات عشان تصير ناقص اكس موجبه، بصير عندنا اكس تساوي 2 بي. هذا الحل الثاني. تمام برافو عليك. راح يعيد الحل. الحل الثاني مثل ما قلنا بده يكون ما داخل الاقواس القيم المطلقه يساوي معكوس الطرف الثاني، يعني يساوي ناقص بي زائد جذر 2. فصار في عندنا بي ناقص اكس زائد جذر 2 يساوي ناقص بي زائد جذر 2. نفس التكمله، بعزل اكس لحال والباقي على الطرف الثاني. عندنا هون المجهول سالب، ناقص اكس راح تساوي البي راح تصير ناقص بي وجذر 2 راح يصير ناقص جذر 2. وبالطرف الثاني بقي عندنا ناقص ب زائد جذر 2. الحدود المتعاكسه بالاشاره، جذر 2 وناقص جذر 2 مجموع صفر راحوا سوا، ضل في عندنا ناقص ب ناقص ب ويساوي ناقص 2 ب. بعكس الاشارات مشان تصير الناقص اكس موجبه، فصار في عندنا اكس تساوي زائد 2 ب.
هاي التمرين الثاني، واضح إن شاء الله؟